السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد من قناه كروشيه لايف سلوى اند نور. النهارده معانا درس جديد بندرس كروشيه. كل سنه وانتم طيبين كده، رمضان على الابواب، ان شاء الله تكونوا في احسن حال ونستقبل رمضان كده وكلنا كويسين والدنيا حلوه كده ورايقه. هنعمل النهارده الزينه زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده، بشكل مربعات الجرانيه. ممكن تعمليها بلون واحد، وممكن تعمليها بلونين حسب اختيارك. وهكمل بعدين، هكمل الفيديو، يعني انا هعمل دلوقتي الفيديو بتاع الزينة، بعدين هكمل واعمل تكملة للفيديو واعمله فانوس رمضان بالشكل ده. نفس الشغل ده هزود عليه بس القاعدة من تحت، ونعمل الزينة زي ما انتم شايفين كده بتاعت فانوس رمضان، وان شاء الله يعجبكم ويكون سهل عليكم. وزي ما شايفين كده الغرزة هي من مربع الجراني، سهلة جدا. ويلا بينا نتابع ونشوف ازاي الخطوات مع بعض. بس قبل ما نبدأ، اللي مش مشترك في القناة لو سمحت اشتركي في القناة وشيري الفيديو واعملي لايك، لانه ده بيساعدني انه ينتشر الفيديو اكتر في اليوتيوب عشان يوصل لاكبر عدد ممكن. في البداية هنعمل 16 سلسلة، واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة، عشرة، حداشر، اتناشر، تلاتاشر، اربعتاشر، خمستاشر، ستاشر. هزود عليهم ستة سلسلة، خمسة سلسلة، أسفة، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة. هلف الخيط على الإبرة، هسيب من هنا أربع سلاسل، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، يعني واحد، اتنين، تلاتة، وفي الرابعة أعمل عمود بلفة كده. أنا بقى عندي هنا اتنين عمود بلفة، لأن أول ثلاث سلاسل هنا هعتبرهم عمود. هلف الخيط على الإبرة وأروح على الغرزة اللي بعديها، اعمل عمود بلفة. وده اول مربع معايا، هعمل بين كل مربع ومربع سلسلة. هلف الخيط على الابرة، هسيب من تحت سلسلة واحدة، واروح على الغرزة اللي بعديها سلسلة اللي بعديها، ونعمل المربع التاني. في كل غرزة نعمل عمود بلفة كده، واحد، اتنين، تلاتة. هعمل بينهم سلسلة، هلف الخيط على الإبرة، هسيب من هنا سلسلة واروح على بعديها على طول، واعمل عمود بلفة. والغرزة اللي بعديها عمود بلفة، واللي بعديها عمود بلفة، وهكمل الشغل على كده سلسلة. هيطلع معايا خمس مربعات من هنا، هكملهم وارجع لكم تاني. زي ما شايفين كده طلع معايا خمس مربعات اهو بالشكل ده. انت حابه تزودي اكتر، يكون العدد يقبل القسم على أربعة، وبعد كده تزودي خمس سلاسل. طيب دلوقتي السطر الثاني هلف الخيط كده، هلف الشغل واروح على اول عمود، اسحب واعمل منزلقه لغايه ما اوصل لعند السلسله. ادي واحد، وادي العمود الثاني نعمل عليه منزلقة، والعمود الثالث نعمل عليه منزلقة لغاية ما اوصل عند السلسلة. هعمل منزلقة وارتفع اعمل المربع اللي هو الثلاثة عمود بلفة في نفس المكان. ادي واحد، اتنين، تلاتة، ده اول عمود هعتبره. هلف الخيط على الابرة واعمل العمود الثاني في نفس المكان، والثالث في نفس المكان. دلوقتي احنا هننقص في العواميد، يعني هنا اول واحد، اول سطر كان معنا خمسة، دلوقتي هنعمل اربعة، وبعدين تلاتة، اتنين، واحد. طيب هنعمل سلسلة، هلف الخيط على الابرة، وفي الفراغ اللي بعديه اللي هو السلسلة اللي بين المربع والمربع نعمل تلاتة عمود بلفة. ادي واحد، اتنين، تلاتة، سلسلة،
وراء الفراغ اللي بعديه واعمل على طول 3 عمود بلفاف نفس المكان، سلسلة واحد اتنين تلاتة بالشكل ده. انا كده هنا بقى عندي 4 مربعات من الجرانية، يعني كل سطر هنقص 1 لغاية ما نوصل لرقم 1، يعني مربع 1 في الاخر. ودايما كده هلف الشغل واروح على اول عمود واسحب واعمل منزلقة، تاني عمود اسحب واعمل منزلقة، تالت عمود اسحب واعمل منزلقة، اروح عند الفراغ اعمل منزلقة وارتفع 3 سلسلة، 1 2 3، هلف الخيط على الابرة وفي نفس الفراغ هكمل واعمل 3 عمود بلفة بالشكل ده، سلسلة هروح على الفراغ واعمل كمان مربع من 3 عمود بلفة في نفس المكان، ما ننساش السلسلة بين المربع والمربع، واروح على الفراغ واعمل 3 عمود بلفة، 1 2 3، اهو شايفين كل مرة لما انا الف الشغل واسحب الشغل بتاعي اللي عند الفراغ بينقص معايا المربعات. انا كده بدأت ب5 بقى 4 وبقوا 3 دلوقتي، وتاني هلف الشغل زي ما قلنا في اول عمود هسحب واعمل منزلقة، اروح على الغرزة اللي بعديها اسحب واعمل منزلقة، والعمود الثالث لغاية ما اوصل عند الفراغ هنا وارتفع 1 2 3، واعمل كمان 2 عمود بلفة لانه اول 3 سلاسل انا هعتبرهم عمود بالشكل ده، سلسلة، وعلى الفراغ اللي بعديه نعمل 3 عمود بلفة، 2 3، هلف الشغل وتاني هنعمل أول منزلقة والتاني والتالت لغاية ما أوصل عند الفراغ هنا أعمل منزلقة وأرتفع 3 سلسلة، أكمل أعمل كمان 2 عمود بلفة في نفس المكان بالشكل ده. أنا كده خلص عندي المثلث، هقص الخيط بتاعي وهسحب كده بالشكل ده، طبعا الخيط ده هخفيه بين الغرز. دلوقتي عشان أكمل وأعمل النصف التاني بتاع الزينة، طبعا زي ما انا قلتلكو ممكن تعملوا في لون تاني او تكملوا بنفس اللون. هروح هنا على المربعات الخمسة اللي انا عملتهم في الاول، هدخل الابرة في اول عمود كده واسحب الخيط بتاعي هرتفع 1 2 3 سلسلة، هلف الخيط على الابرة وفوق كل عمود هعمل عمود، طبعا هاخد الخيوط دي بتاعتي معايا وانا بشتغل عشان اخفيها، ادي 2 وادي 3، هعمل سلسلة هلف الخيط على الابرة واروح على العمود على طول اللي بعديه اللي هي المربع التاني، ونعمل فوق كل عمود عمود بلفة، وادي الثالث بالشكل ده. طبعا الخيوط دي خلاص احنا مش عايزينها، هعمل سلسلة هلف الخيط واروح على العمود على طول واعمل فوقيه عمود بلفة، فوق كل عمود هعمل عمود بلفة
وبين كل مربع ومربع نعمل غرزة السلسلة بالشكل ده. هكمل كمان المربعين دول وارجع لكم. زي ما انتوا شايفين اهو، انا عملت كل مربع فوقيه مربع بالشكل ده، وده ممكن يكون كمان برضو مثلث زينة لرمضان بألوان عديدة كده، ونعمل سلسلة ونشبكهم هنا بين الغرز. دي رقم واحد. هنكمل الشغل، هلف الشغل واروح على اول عمود زي ما عملت نفس الخطوات اللي عملتها في اول مثلث. هروح هنا على اول وتاني وتالت عمود، نعمل عليهم منزلقة لغاية ما اوصل عند الفراغ. ارتفع واحد اتنين تلاتة سلسلة، واعمل كمان اتنين عمود بلفة، لان اول تلات سلاسل اعتبرهم عمود سلسلة. الفراغ اللي بعديه تلاتة عمود بلفة في نفس المكان سلسلة، بالشكل ده. وهنا هيطلع معايا برضو أربع مربعات نفس الخطوات اللي عملناها في أول مثلث. كل ما ندير الشغل ونروح على السطر اللي بعديه هينقص معانا مربع لغاية ما أوصل لمربع واحد بالشكل ده أهو. هكمل الشغل لغاية ما أوصل لمربع واحد نفس الخطوات، هلف الشغل وأكمل تلاتة منزلقة لغاية ما أوصل السلسلة، وأرتفع تلاتة سلسلة وأعمل اتنين عمود بلفة، وهكذا هكمل وأرجع لكم تاني. زي ما شايفين أنا خلصت الشغل وطلع معايا بالشكل ده أهو، الخمس مربعات فوق الخمس مربعات، وهنا بقى معايا أربعة تلاتة اتنين واحد، نفس الشغل اللي أنا عملته معاكم في البداية يعني نفس الطريقة. دلوقتي كده أنا ممكن أنهي الشغل وإيه أعمله الزينة بالشكل ده. طيب لو أنا عايزة أعمل الفانوس بالشكل ده اللي هو اللي زي ده، عايزة أعمل التعليقة بتاعته، هلف الشغل وأول عمود أعمل منزلقة، وتاني عمود أعمل منزلقة، وأرتفع عشر سلسلة، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة، وفي نفس المكان أعمل منزلقة تاني. كده أنا عملت التعليقة بتاعة الفانوس، وأكمل على آخر عمود اللي هو الثلاث سلاسل، وأعمل منزلقة بالشكل ده. وطبعا اخفي الخيط بتاعي زي ما احنا قلنا بين الغرز بإبرة التنظيف. طيب دي كانت هنا الزينة بتاعت رمضان. دلوقتي هنكمل الزينة دي بدل ما اعمل كمان فيديو، يعني يكون الفيديوهين، لا انا هكمله واعمله فيديو واحد. هنكمل ونعمل القاعدة بتاعت الفانوس اللي هي عبارة عن خمس مربعات، والسطر التاني مربع اربع مربعات، واشبكهم من تحت في اول مربع هنا. يعني هعمل تاني 16 سلسلة وازود عليهم خمسة، هيبقى معايا 21 سلسلة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. عملت هنا نفس الاول، مع اول ما بدأت المربعات عملت 16 سلسلة وزودت عليهم خمسة، يبقى 21. هلف الخيط على الابرة نفس الخطوات برضو، هعمل واحد اتنين تلاتة، وفي الغرزة الرابعة اعمل عمود بلفة، والغرزة اللي بعديها نعمل عمود بلفة، وكده تكون أول مربع. هعمل سلسلة وأسيب سلسلة من تحت، والسلسلة اللي بعديها أعمل عمود بلفة، واللي بعديها عمود بلفة،
الغرزة التالتة اللي بعديها على طول برضو عمود بلفة بالشكل ده، هعمل سلسلة وهكمل كده، هيطلع معايا 5 مربعات. زي ما انتوا شايفين هنا انا عملت الـ5 مربعات، هلف الشغل وزي ما عملنا برضو في الزينة هنا، هاخد اول عمود واعمله منزلقة، وتاني عمود منزلقة، وتالت عمود منزلقة، لغاية ما اوصل عند الفراغ واكمل الشغل. هيطلع معايا هنا يعني 1 2 3 4، عندي 4 فراغات اعمل فيهم كل واحد 3 عمود بلفة في نفس المكان، وبين كل مربع ومربع نعمل سلسلة، هكملهم وارجع لكم تاني. زي ما شايفين دي القاعدة بتاعت الفانوس اللي هي 5 مربعات والسطر التاني 4 مربعات. كده انا هلف الشغل ودلوقتي هعمل منزلقة، 1 2 3، أربعة، أروح كمان عند المربع الثاني أكمل منزلقة لغاية العمود الثالث بتاع المربع الثاني، هاجي هنا هدخل في أول عمود كده بالشكل ده وأسحب وأعمل منزلقة، بعدين أروح هنا في النص أدخل على العمود الثاني وأعمل منزلقة. أنا كده بشبك القاعدة بالزينة بالشكل ده، هكمل منزلقة لآخر السطر احنا هنا كملنا المنزلقة اهو لآخر السطر وخلاص كده، هقص الخيط بتاعي. طبعا زي ما قلنا الخيط ده هنخفيه بين الغرز، وده شكل الفانوس اهو بالشكل ده، ودي التعليقة بتاعته، وهنا في النص انت ده اختيارك، ممكن انت تحطي شريط يعني خرز اي حاجة، او ممكن تسيبيه زي ما هو كده بالشكل ده حسب اختيارك. وبكده كان معنا الفانوس بتاع رمضان، شكله جميل، وعشان يبقى متماسك انا انصحك انك انت تنقعيه في شوية غراء أبيض، الغراء الأبيض طبعا تحط عليها مية وتحطيه في قلب تحطي الفانوس بتاعك هناك لغاية ما ينشف، يعني تطلعيه وبينشف بيبقى معاكي متماسك. وده كان فيديو النهاردة، أتمنى يكون عجبكم واستفدتوا منه، واستنوني إن شاء الله بفيديو جديد مع فكرة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.